ما سمعت اخر خبريه عن سترولا؟ شو؟ تركت هي وجاد. تركت انت وجاد؟ لا ايه عادي تركت انا، شو ليه ضايقه بعينك هالقصه؟ لا بس مش ضايقه بعيني، بس وين القصه؟ مصاحبه واحد تاني هلا لحقي، تركت جهد صاحبة شاب اسمه فيصل. يخرب ذوقي. لا وين؟ اصغر منها. لا منيح ما تعملوا لي اياها هلا يا لطيف شو هالجريمه. ما رح بطليها الخاصة صاحبة شباب اصغر مني. يا حبيبي بس سؤال، انه اذا صاحبت واحد اصغر مني، ليه انتم بتحللوها على حالكم بتحرموه علينا؟ نحن رجال بحق لنا صاحب بنت اصغر منا، مش انتم. روح انت كمان فيها وجهة نظر، بس انت دغري انه جهد دغري. بقول لك انه فوفي بيطير العقل. فوفي؟ اسمه فيصل. ايه واذا انا بحب غنجو ولا ما بدك ياني غنجو؟ لا غنجي. ايه مبسوطة غنجو كتير لذيذ فهمين بعقل انه اوكي اصغر مني بشوي سافا ماشي الحال، بس عليه جسم غنجو كتير كتير قوي، وبعدين حلو مثل القمر. هلا جاي اصلا بعرفك عليه. بس بتضبط انه في علاقة ماشي الحال مش سي با لا فان دو موند. اه والله. ايه هاي بيبي. هاي بيب حياتي كيفك؟ منيح سافا؟ شفت شو جاهزة السهرة اليوم؟ ايه اكيد حياتي كتير محمسة. اي ساعة بدي اجي اخذك؟ تسعة تسعة ونص؟ تسعة ونص. ايه كتير منيح، بس ما تطول علي. جيب لي فنجان قهوة. ايه؟ طب ما معرفتك عادل بتعرفه اوريدي فوفي، انجو صاحبتي. هاي انجو. طيبة صاحبتي. ما تبلش، ما تبلش، ما تخليني اعصب منك. لقيتي؟ هو فيصل صاحبك؟ فيصل فيني اجي معكم؟ لوين؟ على السهرة. ليه بدك تضحش حالنا حالك معنا رايحين تت اتات انا وياه؟ اه تت اتات سوري. ايه؟ بس انه صغير كثير صغير. ما تبلش حبيبي يا طنط. طنط بعينك بطرقك بهايها. شو جاهزة للسهرة اليوم؟ اكيد حياتي وكثير محمسة. أي ساعة جيب لي شي شفاعم قهوة. كان بدي بس ظبطهم أعملهم شوية تاتو. تاتو؟ إيه تاتو بدك تعمل 12,000 مليون ترو كولر. بحطك بين شقفتين الأرض بتعملي هيك مثل ما أنت فزاعة. عرفتي كيف؟ هاي ما تقرب صوبة. ليه؟ خي هيك ما تقرب صوبة، نسي لي اياها، اعتبرها مش موجودة هاي. عملية طيب. بلشت تشتغل الفكرة خلص.